والالتفاف حولها والضغط بقوة حتى تتلف عظام الفريسة وتنفجر عروقها. تقوم وفع الأناكوندا بالتهام فريستها كاملة، وتقوم بهضم فريستها عن طريق مواد تفرزها داخل جسمها، تقوم بإذابة الضحية والتهامها. وتستطيع وفع الأناكوندا التهام فرائس كبيرة الحجم، وإذا وجدت وفع الأناكوندا فريسة جديدة فإنها تقوم بإلقاء ما تبقى من الفريسة الأخرى في بطنها وتلتهم الفريسة الجديدة. يتراوح عدد فقرات الهيكل العظمي ما بين 200 إلى 400 فقرة، وهذا يجعل جسمها في منتهى القوة. تساعدها تلك الفقرات على عصر الفريسة، وكذلك تساعدها في السباحة. عين أفعى الأناكوندا يقعان في الجزء العلوي من الوجه حتى تتمكن من رؤية فريستها أثناء سباحتها في الماء، وكذلك لكي تتمكن من التنفس. تتناول أفعى الأناكوندا العملاقة طعامها مرة أو مرتين فقط في السنة، وفي بعض الأحيان تقوم أفعى الأناكوندا بالتهام فريستها حية، وتستطيع أفعى الأناكوندا التهام فرائس أكبر منها بكثير، وذلك بفضل فكيها المفصولين عن بعض. قد تهاجم أفعى الأناكوندا العملاق الخنزير البري وتهجم عليه بكل قوة وشراسة، وقد تتمكن من الالتفاف حوله لعصره والتهامه، لكن قد يتم إنقاذه في بعض الأحيان. بورير العسل حيوان شرس ذكي دؤوب لا يعرف الخوف، إنه مستعد للقتال حتى النهاية. وسيلته الأساسية للقتل هي الخنق عن طريق عض الحلق وعدم تركه، كما أنه يتميز بالذكاء والقدرة على الهروب إذا تم الإمساك به. وقد لوحظ أنهم يستخدمون أدوات للهروب من الفخاخ أو للوصول إلى الفريسة، وفي هذا المقطع سنتعرف معكم على حقائق قد لا تعرفونها عن غرير العسل. يعيش غرير العسل في بيئة يسكنها العديد من الحيوانات المفترسة الأكبر حجماً مثل الأسود والنمور والضباع وكلاب صيد الكاب والفهود، وهذا يعني أنه على غرير العسل أن يطور من نفسه لكي يستطيع العيش في بيئته ومنافسة الحيوانات آكلة اللحوم الأكبر حجماً. لذلك يحتاج غرير العسل إلى أن يكون صعباً للغاية للبقاء على قيد الحياة، حيث تحاول الأسود والفهود والضباع مهاجمة غرير العسل وقتله، وقد تكون هذه المحاولة ناجحة في بعض الأحيان، لكنها في الغالب لا تنجح، حيث يقاتل غرير العسل بلا توقف حتى يموت أو يتعب الحيوان المهاجم. أكثر نقاط القوة التي يمتلكها غرير العسل هي القتال الدؤوب بلا تعب، حيث يمكنهم حرفياً الاستمرار في القتال لساعات متتالية مستخدماً مخالبه الحادة وأسنانه، وهذه مشكلة كبيرة لأي حيوان مفترس جائع يبحث عن فريسة سهلة لكي يسد جوعه. يمتلك غرير العسل